السيدات والسادة المسافرين على متن خطوط رحلات شركة طرف الهواء الشاشي للطيران. أهلا ومرحبا بكم، حرصاً على راحتكم وسلامتكم وسلامة طاقم الطائرة والإنسانية عموماً، نرجو الانتباه للتعليمات التالية. أولاً، لكل ركب مقعد مخصص للجلوس، وهو نفس المقعد يا سبحان الله الذي يحمل نفس الرقم الموجود على تذكرة الصعود للطائرة. لذلك فإن أي محاولة للصعود بدري أو زق الآخرين للجلوس في الصف الأمامي أو جنب الشباك ستكون غير مجدية وهيبقى شكلك وحش قوي. في حالة رغبتك في تبديل المقعد مع راكب آخر، رجاء إجراء هذه المفاوضات بعد إقلاع الطائرة وبدون طلب تدخل من طقم الضيافة. انتوا كبار فاهموا مع بعض، احنا ملناش دعوة. ثانياً، يوجد أسفل المقعد سترة نجاة وقناع للتنفس، ليست هدية من الشركة لاستخدامها على البحر في المصيف. كذلك البطانيات بتاعتنا، مش تلفي بيها الواد وتاخديها وتقفي تتخني بقى على باب الطيارة. عيب والله، احنا في الجو لازم نرتقي، القاع ازدحم. ثالثا، بالنسبة لركاب الذين يصطحبون معهم اطفال، مبدئيا ربنا يخلي سيادتكم، في حالة استمرار بكاء الطفل اكثر من نصف ساعة متواصلة نشوفها وعايز ايه ونديهوله، ما حبكش بقى ايه نربي العيال على ارتفاع 10,000 قدم عن سطح البحر. وكقاعدة عامة للمسافرين بصحبة اطفال، يفضل السفر بالباخرة او القطار او اي وسيلة يمكن القفز منها. رابعاً، أي محاولة لفتح أي من الأبواب الثمانية على جانبي الطائرة باعتبار أن شكله كده باب الحمام سيؤدي إلى سقوط الطائرة، هنموت. كذلك فإن سؤال أي فرد من طاقم الطائرة، هو الجدع اللي جوه الحمام ده بيعمل إيه كل ده؟ هو سؤال عبثي، لأننا فعلاً ما نعرفش هو متأخر ليه وما نحبش نعرف. خامساً، اختيارات الطعام داخل الطائرة محدودة، بيف اور تشيكن، فلما حضرتك تتسأل لحمة او فراخ ما تسألنيش لو في سمك، وما تسألش فراخ احسن ولا اللحمة عشان على فكرة كلهم طعمهم سمك، وما تسألش المضيفة انت بتحبي ايه اكتر عشان ده يعتبر تحرش. ايضا ما عندناش غير شوك ومعالق بلاستيك، لان لما حطينا ادوات اكل معدنية كانت بتتقلب برضو حتى معالق الشاي. سادسا، بالنسبة للمأكولات الشخصية المحمولة في الحقائب على الطائرة كالفسيخ والمش، يرجى عدم اخراجها نهائيا داخل الطائرة لان الاكسجين الموجود يكفي للتنفس فقط. سابعاً، عند تعرض الطائرة لمطب هوائي نرجو عدم توجيه الإهانة والسباب للطيار عشان شكله سواء أعمى أو سرحان أو أكل المطب بغشومية. المطبات الهوائية لا ترى بالعين المجردة، وكون إن اسمها مطبات دي مجرد صدفة على فكرة. كذلك نرجو عدم المبالغة في إطلاق الزغاريت عند هبوط الطائرة بسلاسة وأمان. وفي النهاية، طاقم الضيافة الموجود على الطائرة هو في خدمتكم دائماً، لكن ده مش معناه إننا خدامين عندكم على فكرة، فاللي عايز حاجة يطلبها بأدب، واللي بيفكر يطلب حاجة فكرة هو عايزها فعلاً ولا جاي يتسلى. احنا ولاد ناس قوي وبنقبض أحسن منكم كلكم. نرجو الالتزام بالتعليمات وشكراً لاختياركم خطوط طرف الهواء الشاشي، ونتمنى لكم رحلة سعيدة.